أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن ما يمر به الإعلام العربي من تحديات مهنية متعددة تجعل من تطوير العنصر البشري والاستثمار في القدرات الوطنية وتحديث المناخ التشريعي ومواكبة المستجدات التقنية ضرورة ملحة لتطور الخطاب الإعلامي العربي الذي تمكن من تحقيق الانتشار، لكنه يواجه تحديات في صناعة التأثير. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الإعلام في النسخة 17 من الملتقى الإعلامي العربي والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الإعلام العرب بحضور نخبة من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين والباحثين من الدول العربية. حل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام ضيفا في الدورة 17 للملتقى الإعلامي العربي الذي عقد بشكل استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي شارك فيها سعادة الوزير الإعلام والاتصال تحديات الصناعة ومستقبل المهنة. اليوم كل من يدلي بدلوة في أي قضية، وأعتقد بأن جائحة كورونا كانت أكبر مثال في اختلاف وجهات النظر وفي إعطاء فرصة لكل من يدلو بدلوه، مع العلم أنها أزمة صحية يجب أن لا يتحدث فيها إلا المتخصصين، والمتخصصين في الأمراض المعدية أصبح هناك انفلات، هذا واقع يجب أن نعترف فيه. ولكن مسؤولية الإعلام العربي، إذا تحدثنا عن الإعلام الرسمي، هو إتاحة الفرصة وإظهار النخب للحديث في المواضيع اللي يحتاجها المواطن العربي البسيط، الاستماع إلى خلفيات أي قضية أو أي أزمة ووضع الحلول المناسبة. وخلال إحدى مداخلاته في الملتقى أكد سعادة الوزير على أهمية أن يكون محتوى الإعلام مؤثراً لتصيب الرسالة الهدف. أعتقد الآن نحن في حاجة إلى التأثير أكثر من الانتشار. الانتشار أصبحت وسيلته جداً سهلة، سواء عبر الإعلام التقليدي وبالاستعانة بالسوشيال ميديا تستطيع الوصول إلى كل بيت، تستطيع أن تصل برسالتك. ولكن التأثير بحاجة إلى عمل احترافي، إلى عمل متكامل، إلى مصداقية. الآن الجيل اللي موجود في الإعلام الرسمي أصبحت أكثر مخاوفة أو مقاومته للاستعانة، بعدم الاستعانة بمؤثري السوشيال ميديا. هناك بعض الدول أو بعض القنوات الرسمية أصبحت تستعين بمؤثرين السوشيال ميديا، فهذا ما أعتقد فيه أي شيء من الخطأ أو أي تقليل من القائمين على الإعلام الرسمي. بالعكس، أنت تبحث عن مؤثر يستطيع أن يصل برسالتك اللي أنت مؤمن فيها لحماية المجتمع من خلال هؤلاء المؤثرين. فالعملية باختصار شديد عملية تكاملية بين جميع الوسائل للإيصال برسالة تخدم المجتمع. وحول حرية التعبير أكد وزير الإعلام أن هذا المصطلح بات غير متداول حاليا. مصطلح حرية التعبير الآن أصبح غير متداول، بل على العكس، هناك الكثير من الإعلاميين اليوم يطالبون بعملية تقنين أو تنظيم الإعلام التقليدي أو الإعلام السوشيال ميديا اللي هو أصبح أكبر تأثير. هناك شركات خاصة تدير السوشيال ميديا وتتحكم في حرية التعبير، وعندنا آخر مثال شفنا كيف تويتر يحجب حساب لأكبر رئيس دولة. هذا واقع، هذا هو ما يسمى بقمع الحريات إذا تحدثنا عن حرية التعبير. فأنا أعتقد حرية التعبير أصبحت اليوم في متناول الجميع. وخلال الملتقى شدد وزير الإعلام على أن هناك من يعمل على شق الوحدة الوطنية داخل بعض الدول العربية من خلال الإعلام. هناك من يحاول أن يشق صف الوطن العربي بأجمعه، ثم محاولة شق الوحدة الوطنية داخل هذه الدول. هناك مؤثرين على الجوانب الاقتصادية، هناك مؤثرين من يستغل بعض الأزمات للتشكيك في مقدرتك على إدارة الدول، يعني سواء هذه الجائحة أو حتى جميع قضايانا العربية. هناك دول أصبحت بقايا دول في وطننا العربي،
تم استغلالها من خلال الإعلام. العملية تحتاج تعاون الجميع. هذا ووصف الوزير خلال أحدى مداخلاته المقارنة بين الإعلام العربي والغربي بغير المنصفة. أكبر تحدي يواجه الإعلام العربي هي عملية المقارنة بين الإعلام العربي والغربي، وهذه المقارنة غير منصفة ولأسباب كثيرة. أول سبب هو اختلاف الثقافات. نحن في الوطن العربي لدينا خصوصية، وفي كل دولة عربية لديها خصوصية يجب أن نحافظ عليها. الهوية الوطنية اليوم أنا أعتقد هي واحدة من الأمور اللي يجب أن يركز عليها الإعلام العربي. وتطرق الوزير خلال الملتقى إلى العلاقات مع الدول العربية. علاقاتنا بجميع الدول العربية هذه خط أحمر، لا يمكن أن يتم الحديث عن أي دولة عربية شقيقة في أي موضوع ما عبر الإعلام، سواء كان سوشيال ميديا أو إعلام رسمي. هذه خطوط حمراء لا يمكن أن احنا نتجاوزها. متى ما أخذنا مثل هذه المعايير وعكسناها وأسقطناها حتى على هويتنا الوطنية، على عاداتنا وتقاليدنا، على عقيدتنا، على سوف تجد إعلام فيه الكثير من التأثير والقبول عند المواطن العربي. وتميز ملتقى الإعلام العربي في هذه النسخة بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الإعلام العرب وأصحاب المؤسسات الإعلامية العربية وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي العربي.